تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم عضو مجلس الشورى وسفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة. وأدى القسم عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحصين وكل من السفير المعين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان بن عبد الله العنقري والسفير المعين لدى جمهورية تشيلي الدكتور مانع بن سعد الخامسي والسفير المعين لدى جمهورية بنغلاديش عيسى بن يوسف الحيلان. عقب ذلك تشرف السفراء الجدد بالسلام على خادم الحرمين الشريفين واستمعوا إلى توجيهاته.